سيب حال سيب حال المسير شي جا ليا ومن حاجات ولا شي الله يرحم الوالد يمشي الحال دابا راه خرج حسين اول حاجه باش نقاد انا كاميرا راه قادي الكاميرا الاولى غنمشي نقاد الكاميرا الثانيه وغادي نمشي نخرج باش حسين يجي يدخل ونجيب البرانك بيس داكشي ناضي خوتي المهم هذا خوتي ما تشفينا على ريوسنا غير برانك المهم دابا راه خرجت الوالد مشى ايوب انصلا كاميرا مشيت لعندو اللي بغيت نقول لكم هو على الله يا ربي خوتي يدوز عليك كلشي مزيان حنا غنحاول انا حق راه نلبس البيلاو راه ايوب الشورت ديالي شرقوا من هنايا زعما كنا ضاربين بغيت ندخل انا تهرس اخوتي مشيت درت هذا الشيء هو دار من هنا وغنقولوا له بان ديكلامون ما نحرقوش كنت منو صدق شي حاجه كملوا اخوتي البرانك وشوفوا كل شيء بعينيكم شكرا هاد اللعيبه خليها في المونتاج ما خليتهاش البيضه الصوت هو انستغرام دي انا صافي كوبي والله صافي كوبي والدة كتصلي؟ الوالدة جات رسالة في رجليك ما حنت فاش غير الوالدة شوف اش ديك يدير ماما في الدار شوف راه نشوف تاع انت طلعتي للسبيطار وكلشي انت شوية سكي الوالدة تاع الدار جات وين ما تدبر عليها من عند الوالدة ما شافتك مع السبي ما غاديش ديك راه ما تعرفش يقول لك علاش دوي معاه شوفي علاش علاش ضربته انت دابا هو جا عندي يقول لي حق قلت لك البارح صمت لك البارح فاش قلت لك جيب لي الشارجو ديالي مشيش لي انا البارح بقيت في الدار عندي ولا قطع لي التليفون ما قطعش عليك انا قلت لك التليفون على التليفون هذا الدور شي خرج عندي انا جيبوا لي قبل السي جيبوا لي هو قال لي ما ديروش ما ديروش ما كاينش في الابي ديالك حاسك عارف قلت لك الله يرحمك الوالده جالس مرجلين هو غادي يديك لاريبي ولا غادي تاخذ هذا الشيء غادي نلح ما كاينش ما غاديش ندير حاجه حاسس ما غاديش نصحي هذا انت تضرب الحجر والله ما كنتش باغي نضربو من حاجه بحال هكا ما باغيش الشاطئ معايا باغي نبان ديك لاريبي دابا شوف ما ويلي وما درتش حتى انا والله شغل نضرب حدايا سير انا نروح عشان نضرب شغل نضربو يا رزق ما رزقناش ديال الوالده شي غير بحال ما رزقناش ليه اسمح لي الله حافظ سير جاوب مني سير بحالك زعما نقول مع الوالده راه عطي معايا هذيك لاري
هانشي الوليد هانشي.
الله حطك الله انت الولد اسمعي اسمعي والله ما انا ملتك والله شو قالوا لي ناس انستغرام والله شوف يا الله صلي يا بقى سمحي يا ولد والله شو قالوا الله حافظك سمحي والله شو قالوا لي ناس انستغرام وحق الله والله ايش ناس انستغرام الولد ايش قالوا لي ناس انستغرام الولد والله ما والله قولي لي علاش 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 انا عز عليا البيض كنصيف فيه راحتي نهار كنلبس البيض كنحس بعدا مخفف عليا الا لبست شي لوان ولا شي حاجه كنحس براسي بحال عيانه ثقيله والله ما عرفتش انا بحالكم ها نتوما عرفتوا علاش الوالده كان ما كانش زعما هو كيشدوا بحق انا راني نلبس مراتي ترجلي هي اصلا ما عندهاش مال بحال وما كي ما كاين الوان ما عندهاش معها اغلبيه هم بيضين دوك الالوان يعني فاجحين الالوان اللي كيفاش نعم ولا كنبدل لكم لابسه شي لون من غير البيض عرفوا راه كادو جايين من عند شي ها يعني ماشي من الشاهيه انا كنبغي نشري شي حاجه كيمشي بالي مع البيض مع البيض شي حاجه انا اخذ باش كتبقي مارات باش ما ناخذ شي حاجه كتقول لي قلت لها الوالده باش نكون جاي وهذه قولي لي شنو ناخذ قالت لي شي راك عارف الالوان ديالك هذه قبيل خوتي قلت لها بشي الله نمشي قبل ما ندير لها السوربريز ونجي المهم كنتمنى خوتي يكون عجبكم البرانك وسمحوا لينا وغنديو دابا السيده خوتي نديو ليه سميتو الله يحفظكم سمح لنا الوالده والله هذا والله الا او معنزه سمح لنا الوالده والله درت مخدل مريره سمح لنا الوالده وما يتدارو قد الحال هو انا سوري ماي مادر سوري يلا اخوتي شكرا لكم ما تنساوش لايك سبسكرايب انستغرام ديالي دوزو عندي هو انستغرام ديالي بيس ليكم شكرا اخوتي هذه قبل ما نسالي بجوج مساكن خشيين بعضياتهم مناسين